قوانين تختص بالكهنة وخدمة المذبح المقدس، قوانين البابا أثناسيوس الثاني. هو البابا رقم 28 من بطاركة الكنيسة القبطية، تنيح سنة 496 ميلادي. قانون: من يريد أن يلتصق بالمذبح المخوف فليسعى كاستحقاق الموضع المقدس، فإن كان الله لم يشفق على بني عالي الكاهن لأن أباهم لم يؤدبهم جيدا في رئاسة كهنوته لكي يحفظوا الكهنوت بل استأصلهم، وكذلك نوب مدينة الكهنة أهلكها بحد السيف من الذكر إلى الأنثى ومن الصغير إلى الكبير، هم وبهائمهم، وليس ذلك فقط بل والرجال الذين كانوا حاملين الرايات، وكان عدتهم 350 رجلا، سقطوا تحت قدمي شاول كما قيل: إني نزلت عن مسكني الذي في شيلوه من أجل خطايا الكهنة وظلم آبائكم. فإن كان قد صنع هذا في الموضع الذي كان اسمه فيه أولا ومحقهم هم وجماعتهم، فماذا يصنع بنا إذا ما أخطأنا في موضع قدسه؟ وقد قلت من قبل إنه ليس أحد من الناس خدم المذبح بنجاسة ومات موتا حسنا، بل كل من ازدرى بالمذبح مات موتا رديئا. مخوف هو المذبح، فهو محل الأفراح لمن تمسك بنواميسه لأجل الخوف الكائن فيه، وهو هلاك لمن يتوانى. فإذا لم تكن لكم قدرة أن تكونوا وديعين فابتعدوا لئلا تحترقوا، لأن الذي على المذبح نار لا تطفأ، كما قال الله: إن نار المذبح لا تطفأ. فإن كانت لك القدرة فامشي في قوانين الرسل لكي تنال الكرامة معهم، وإلا فاهرب بعيدا. يصلي الكاهن على الشعب، ويجب على الشعب أيضا هو الآخر أن يصلي على الكاهن، كما هو مكتوب: أعطي قوة لهذا الذي أعددت لنا لكي لا يوجد في خطيئة.